هنا في حي النصر بمعتمدية تينا من محافظة صفاقس، وتحديدا في هذا النهج عاش إبراهيم عويساوي. انقطع عن الدراسة في سن مبكرة، وكغيره من شباب الأحياء الفقيرة بدأ في البحث عن عمل ليشتغل في نهاية المطاف بائع بنزين في هذا الكوخ قبل تحوله عبر قوارب الموت إلى إيطاليا. بالنسبة لإبراهيم هو صغير في اخواته، عنده أخته صغيرة، عنده نصبة متاع يبيع في المازوت وفي البنزين، فهمتني ولا؟ العائلة متاعها درجة فقيرة، فهمتني ولا؟ بالنسبة لخلطة الدين ما عندوش يعني أي خلطة متاع الدين ولا متاع التطرف، ومشى حارق من هنا باش للخدمة، مشى باش يخدم وباش يريقل العائلة متاعها. الفقر هو الذي دفعه إلى ركوب البحر، لكن إقدامه على العملية الإرهابية صدم عائلته وأذهل أصدقائه، وهو الذي لم يعرف عنه التطرف. معرفة قديمة، صاحبي والحومتي خدم معي 3 سنين، إنسان زوالي مستحيل معناه باش يوصل لغة التطرف واللغة نتاع صحيح يصلي، بس أنا إنسان يصلي 5 صلوات عادي، فهمت؟ ما عندوش لغة هذه تبع فلان وإرهاب. مد 4 فرنك معناتها يحرق بيهم، فهمت؟ كاب معناتها زيد قعدته هوني، فهمت؟ ما فماش خدم، عباد ترى فيها مطيشة في القهاوي، لا خدمة لا ماكلة لا يباتوا حتى البرة. تواصل السلطات التونسية التحقيق والبحث عن معطيات قد تفيد حول من سهل عملية سفر إبراهيم بشكل غير قانوني، ومن قد يكون مورطا معه في هذا العمل الإرهابي من التونسيين. ساحل مدينة صفاقس يعد نقطة سوداء من بين النقاط التي يهاجر منها الشباب التونسي في قوارب الموت إلى الضفة الشمالية من المتوسط، تاركا وراءه ماضيا قاتما باحثا عن مستقبل أفضل، لكن الرحلة تنتهي عادة نهاية مأساوية. وليد عبد الله، العربية، من سواحل مدينة صفاقس، تونس.